ما شاء الله عليك النهارده فايق، مفيش الخضة ووشك المصفر بتوع امبارح. زي ما حضرتك قلت كده، خطفة وراحت لحالها. بصراحة يعني ما ينفعش ابقى معاه، ما ينفعش ابقى مخطوب بعد كل اللي حصل. بعد ما انت عدلت لي كل حاجة كانت ملخبطة جوايا، بعد ما عرفتني ان انا كنت بقالي 10 سنين عمال بسقف للناس اللي بتشتغلني، بعد ما فهمتني ان انا كنت بهد وانا من جوايا فاهم ان انا كنت ببني، انت فهمتني ان انا عمال بهد حتى لو مش واخد بالي. ما ينفعش الصراحه بعد كل ده افضل لسه مخطوف، بعد ما انت صدقت فيا وانا اصلا ما كنتش مصدق في نفسي، بعد ما اتعاملت معايا على اني بطل ومآمن بيا، دربتني وعلمتني، خفت عليا زي ما اكون عيل صغير. ما ينفعش بعد كل دوت افضل مخطوف عشان انت السبب بجد. ما ينفعش بعد كل اللي عرفته اعيش كده عادي وافضل واقف ساكت. وانا على فكره مش هرميك في النار عشان خاطر تعرف تنام او تريح ضميرك. سياف لو شاف على وشك اللي انا شفته امبارح هياكل ضميرك نفسه. طبعا انت عايز تعرف هما ليه ردوا عليك بسرعه، مش كده؟ عشان محتاجينك، وان هما يكسروا البروتوكول بتاعهم عشانك. ده معناه ان انت من ساعه ما هتوصل من اول لحظه هتتراقب، ويعرف يعوض اللي معرفش يعمله معاك. ما تقلقش، انا جاهز لاي حاجه اعملها ايا كانت. ايه ده كده وما تفتحش صدرك؟ مش عشان قفشت مراقبة ولا اتنين يبقى انت كده خلاص. لا، انت هنا في وسطينا، هناك هتبقى لوحدك. بص يا سيدي، دلوقتي احنا هنراجع اخر مراجعة كده زي مراجعة ليلة الامتحان عشان نتأكد بس ان انت جاهز. مش بس عشان انت غالي علينا، لا، عشان المعلومات اللي عايزينها منك غالية ومهمة فوق ما تتخيل.